اليوم قمنا بافتتاح دورة جديدة وهي دورة الشهيد زعيم صقار. تتألف الدورة من 90 عضو وهم رفاق الكوموندوس من عيالة الفول والتمر. إنها دورة مشتركة، فإن الدورة هي تتألف من دورة إيديولوجية، دورة فكرية وسياسية، ودورة عسكرية، دورة مشتركة وهي تنشيط الفكر لدى الأعضاء رفاق الكوموندوس وتنشيطهم. وعلى هذا الأساس نتمنى النصر للرفاق أجمعين.